أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كافة الإشعارات. حلت الممثلة ياسمين صبري ضحية في أولى حلقات برنامج المقالب رامز تحت الصفر على فضائية MBC مصر، وكان رد فعلها قبيل انتهاء المقلب غريب والذي شارك به دب شرس بعد اكتشافها الحقيقة. رامز جلال تقمص في الحلقة شخصية مدرب منتخب مصر لكرة القدم هكتور كوبر، وأنهى لحظات الرعب والصراخ التي مرت بها ياسمين صبري بصافرته، وبعد أن التقطت أنفاسها بصعوبة بالغة انهالت عليه بلكماتها القوية. ووصف آخرون أن ما تعرضت له الفنانة ياسمين صبري بعد اكتشافها لمقلب برنامج رامز تحت الصفر يعتبر تحرشا على يد الفنان رامز جلال. وغازل رامز جلال الفنانة ياسمين صبري قائلا: أمر صنع في مصر، فخر الصناعة المصرية، تعالي يا بنت هنا اضحكي وخلي الشعب يعيش وخلي جمهورك ينبسط، يا بخته حلاوته. لتعلق ياسمين: جرائية رامز، خلاص يا ابني. وانهالت الفنانة ياسمين صبري على الفنان رامز جلال بالضرب بعد اكتشافها أنها وقعت في فخ مقالبه هذا العام، وقامت بتلقينه علقة ساخنة مرددة: أنا ما يهمنيش. وفي محاولة لتهدئتها قام بمسح المكياج من على وجهها. يأتي برنامج رامز تحت الصفر المذاع على فضائية MBC مصر استكمالا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، وتقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا، حيث يتم توصيلهم إلى مكان ما وسط الثلوج في روسيا ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهر نمر ودب مفترس من بين الجليد وعلى مراحل أمام الضيف، مما يزيد من فزعه وخوفه. لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.